الناس، عن السياسة والثقافة، الحالة الاقتصادية، عن البيئة، عن الحروب والإنسانية، عني وعنك، شباب 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 بالعربي. سلام، من حديقة جمشدية في العاصمة الإيرانية طهران، نقدم لكم اليوم حلقة شباب بالعربي. سنستضيف في هذه الحلقة مجموعة من الشباب الإيراني، ولكن في كل فقرة سيكون معنا مجموعة مختلفة من الشباب. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة، محمد سليماني ومجتبى صابتي، أهلا بكم. بالبداية سأبدأ معك محمد. الدستور والقانون الإيراني يضع مواصفات لمن يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن ما هي الصفات التي يضعها الشباب الإيراني للرئيس المقبل؟ ما فهمته من سؤالكم هو قضية ميزات أو خصائص رئيس الجمهورية كما جاءت في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران أو رئيس الجمهورية. أنا أعرف المميزات المذكورة في الدستور الإيراني، ولكن ما هي المواصفات التي يضعها الشاب الإيراني للرئيس؟ رئيس الجمهورية الذي نريده للجمهورية الإسلامية في إيران، بأن نرى ما كان الهدف الأصلي أو الأساسي للثورة الإسلامية، والتي المبدأ الذي طرحه الإمام الخميني في عام 1979، وبعد ذلك من هو رئيس الجمهورية الذي نريده، وما هي قصد رئيس الجمهورية في إيران. يجب أن يقف ويقام أمام الدول الغربية، وأن يتحدث وأن يقف بصلابة للمواقف الإيرانية. وثانيا من ناحية الدينية والعقائدية، بأن يكون قويا وأن يكون متدينا وأن يكون متقيا. أما النقطة الثالثة فهي بأن يكون شخصا مديرا، وأن يستطيع أن يدبر أمور البلاد، أو مدير ومدبر كما يقال. أنت تذكر لي الصفات الموجودة في الدستور، ولكن أنا أريد أنت كشاب إيراني، ما هي الصفات التي تراها أنت في الرئيس؟ يعني أنت كشاب ماذا تريد، ما الصفات التي تريدها أن تكون موجودة في الرئيس؟ فقط الصفات الموجودة في الدستور، أو أن يكون قريب من الشباب، له فكر قريب من الشباب؟ نعم، لاحظوا في القانون، في الدستور الإسلامي كل هذه الأمور أمور موجودة، ولكن الميزان أو الحجم أو النسبة لم تحدد هذه الأمور في الدستور. أما لم يقل يحدد الدستور بأن رئيس الجمهورية يجب أن يقف أمام الدول الغربية، ولكنه قال ذكر الدستور أو حدد بأن يكون بأنه يعتقد بنظام الجمهورية. إذا أنت تستعرض ماذا تريد، أو رأيك الخاص بصفات الرئيس؟ كلا، الصفات التي جاءت في الدستور هي حد بالمستوى الأقل أو الحد الأقل. أما هنا فحنا نحن نتحدث عن النسبة الأعلى أو الأكثر، فبالنسبة وفقا للدستور الإسلامي الذي يحدد صلاحيات المرشح، فيستطيع أن يتقدم. فهذا يفرق بالطبع عن الخصائص التي نريدها نحن. أما الخصائص التي نتحدث نحن عنها فهي التي تأتي من القائد هو الذي يحدد تلك الخصائص، ويقول بأن هذه الخصائص مهمة، ونحن وفقا لهذه الخصائص مهمة، فنحن نلتقط الفكرة على الفور، ونعلم من هو رئيس الجمهورية الذي يجب أن يأتي، وما هي الخصائص التي تتوافر فيه. شاب، الحديث عن الدستور طبعا هو وليد الثورة الإيرانية، أين أنتم من هذه الثورة، وهل هي ما زالت موجودة في داخلكم، وهل هي التي ستحكم إلى من سيتصوت الشاب الإيراني؟ السؤال لمجتبى ولمحمد. طبعا حسنا، فالشباب الإيراني سوف يصوت للشخص أو المرشح الذي يقف أمام الغرب، أمام ضغوطات الغرب، والذي يستطيع أن يتحدث أو يحمي عن مبادئ الثورة الإسلامية وخطاب الثورة الإسلامية، ويستطيع أن يحافظ على 300 ألف شهيد، ويصون تلك الدماء ويدافع عن هذه الدماء. كيف تدافع عن الشهداء وعن هذه الذكرى؟ بأي طريقة؟ بشكل طبيعي. نحن الشعار الأول لنا في الثورة الإسلامية كان شعارنا لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. فنحن كنا نسعى بأن نحصل على الاستقلال وعلى العزة لنظام إسلامي للأمة الإيرانية وللشعب الإيراني، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد دفعنا تكاليف باهظة وأثمان باهظة، دفعنا الكثير من الشهداء، وتعرضنا للعقوبات وللمشكلات الاقتصادية المتتالية، وكذلك
التقدم الذي كنا نستطيع أن نحققه مع الغرب غضينا النظر عنه. مجتبى، أريد أن أوجه السؤال لك. عند النظر إلى البرنامج الانتخابي للمرشح، ما أكثر ما يلفتك وعلى أي أساس تبني قرارك بالتصويت للمرشح؟ على الموضوع الشأن الداخلي أو السياسة الخارجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالتأكيد بأن خطابنا هو أن يكون هناك تنسيق وتوازن كامل مضغوط بين السياستين الخارجية والداخلية. وبالتأكيد الأصل هو في العزة وفي الثبات وتكامل جميع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، ولكن يجب أن لا نتصور أو نعتقد بأن. ولكن أنت مجتبى، ما الأهم لديك؟ هل هو الاقتصاد أم أنه الشأن الخارجي؟ طبعا نعم، ذكرت لكم أنفا بأن الأصل لنا هو المقاومة الداخلية، وبالتأكيد جميع السيناريوهات. ولو كان ذلك على حساب وضع اقتصادي سيء؟ لاحظوا معي، فحينما قام الشعب الإيراني بالقيام، حينما قام بهذه الثورة، دفع الدماء ودفع الشباب، وعن هذه الطريقة حصل على الثورة، والثورة وصلت إلى بر الأمان. فلم يكن هدف الثورة الإسلامية الاقتصاد، على الرغم من أننا نعتقد بأن في هذا البرنامج وفي هذا الفكر السياسي الاقتصاد يتبلور، ونحن نعتقد بأن اقتصاد الجمهورية الإسلامية مستند على المقاومة، كما أننا وقفنا في الدفاع المقدس خلال 8 سنوات من الحرب، وقدمنا آلاف الشباب من الشهداء في تلك الحرب، واستطعنا أن نحقق أهدافنا. وأعتقد بأن وقد أثبتنا بأنه يجب أن ندافع عن حدودنا الفكرية من أجل الوصول إلى اقتصاد سليم وثابت وقوي. فنحن نعتقد بأن إذا كان الاقتصاد بأن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي، يجب أن تكون هناك برامج سياسية قوية، وكذلك برامج سياسية والتوسل بالاكتفاء الذاتي. بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ونحن على مقربة طبعا من هذه الانتخابات، أنتم كشباب كيف تشاركون في هذه الانتخابات؟ إن كان حملات انتخابية، إن كان مشاركتكم في الهيئات الطلابية الخاصة بالمرشحين. بالتأكيد نحن نستطيع أن نتعاون مع أي شخص يحمي عن مبادئ الرئيس الجمهورية، نحن ندافع عنه. بأي طريقة تدعم المرشح؟ هل تقوم بحملات انتخابية بالتسويق لهذا المرشح؟ هناك اختلاف، هناك فروق. في إيران بالتأكيد لكل مرشح لدي مراكز انتخابية مختلفة لمختلف الطبقات. على سبيل المثال للطلبة، هناك مركز خاص، هناك للمثقفين مركز، لرجال الدين وطلبة الحوزات العلمية. أنت كمحمد، ما هو نشاطك خلال هذه الانتخابات الإيرانية الرئاسية؟ طبعا نحن نسعى بأن ننشر خطاب الثورة الإسلامية. لا ليس ضروري من يحصل على الأراضي، تلك مسألة ثانوية أو مسألة هامشية. المسألة الأولى هي بأن يأتي الفرد الذي يريد أن يصبح رئيس الجمهورية، الذي يستطيع أن يحقق أهداف الثورة الإسلامية. محمد، بدأت يوم الجمعة المناظرات بين المرشحين 8 للانتخابات الرئاسية. كشباب، هل تهتمون بهذه المناظرات قد تغير لكم وجهة نظركم بالمرشحين، أو أنتم كما قلت يعني يوجد فكرة معينة وعلى هذا الأساس أنتم تختارون المرشح؟ بالتأكيد المناظرات مهمة جدا خلال الحملة الانتخابية.
المناظر كما تعلمون هنا الشعب الإيراني يعرف المرشحين ويعرف ويطلع على برامجهم، واعتقد بأنها مؤثر جدا. الكثير من الشعب الإيراني لم يقر إلى من يصوت وإلى من جانب من يقف، ولكن هناك البعض كانوا قد فكروا من قبل وقد عرفوا المرشحين وقد اختاروا المرشح المفضل لديهم. المناظرات اعتقد ان المناظرات تساعد على المعرفه اكثر، معرفه المرشحين. مجتبى، ما هو طلبك الاول من الرئيس المقبل كشاب ايراني للرئيس المقبل للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه؟ لاحظوا معي مره اخرى، انا اتحدث عن وجهه نظري الشخصيه فقط. هنا يجب ان يكون رئيس الجمهوريه قادرا على انه يستطيع ان يحقق اهداف الثوره الاسلاميه وان يعرض اهداف الثوره الاسلاميه. نحن نعتقد بان خطاب الجمهوريه الاسلاميه يجب ان يصل الى اقصى نقاط العالم، الى جميع دول العالم. واذا كان هناك الذين سوف يسيرون السياسه الخارجيه لديهم القدره والكفاءه ويحققوا اهداف الاكثريه من الشعب الايراني الى جانب، اعتقد بان هذا سوف يكون مؤشر جيد، ونحن نستطيع ان نفتح حسابا خاصا على ذلك. اما بالنسبه لمرشح رئيس الجمهوريه، يجب ان يكون فكره السياسي ان يكون واضحا للجميع. كذلك بالنسبه لتعاملي ولتوجهاتي يجب ان تكون واضحه، خاصه للدول الخارجيه كالولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال. ولكن كما تعلمون نحن حساسين حول هذه القضيه ولن نتراجع عن فان اتجاهات المرشحين الان هم يركزون على قضيه الملف النووي الايراني. لاحظوا معي باننا لسنا مستعدون بأن نتراجع عن قضية الملف النووي بأي ثمن. نحن على ثقة، وأنا شخصيا على ثقة بأن جميع المرشحين حتى في المناظرات الذين كانوا يتحدثون عن هذا الملف أو غيره، جميع طبقات الشعب، جميع التوجهات السياسية لديهم أعتقد اتفاق عام وإجماع على هذه القضايا. النقطة الأولى الولاية، النقطة الثانية السياسات الخارجية للبلاد، وكذلك قضية الملف النووي، وثالثا احترام القانون. شكرا لك مجتبى. سنواصل هذه الحلقة عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ونعود. من إحدى الحدائق في طهران، أهلا بكم من جديد. انضم لنا صادق. صادق، في الفقرة الأولى كنا نتحدث عن برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقد تحدث الشبان عن البرنامج الاقتصادي، والآخر في شأن السياسة الخارجية، والآخر طبعا النووي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني. أين أنت من هذه البرامج الثلاث أو المواضيع الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أريد قد تمت الإشارة إلى أن الحكومة الموجودة في الجمهورية الإسلامية حكومة شعبية، الشباب المرشحين الذين يدخلون في هذه في الانتخابات لديهم برامج خاصة. ونحن في أما بالنسبة في موضوع الاقتصاد، كل مرشح لديه برنامج خاص بذلك. هناك من يقول بأن الاقتصاد يجب أن يكون اقتصاد مقاوم، والمجتمع الإيراني بالتأكيد هو الذي يتابع هذه المسائل. محمد وصادق، ولكن هناك بعض المرشحين ركزوا على الشأن الاقتصادي مثلا أكثر من الشأن السياسات الخارجية، أنتم على ماذا تركزون أكثر اليوم؟ الشأن الاقتصادي أم الشؤون الأخرى؟ كما تعلمون أن الوضع الاقتصادي في إيران وضع خاص جدا، فمن ناحية هناك العقوبات الاقتصادية الجائرة، ومن ناحية أخرى هناك
عدم وجود برامج داخل البلاد للأسف الشديد، والتي سببت سوء الإدارة، هذا سبب في زيادة المشكلات الاقتصادية. بالتأكيد المشكلة الاقتصادية مهمة. قائد الثورة الإسلامية حفظ الله قال بأن هذا العام هو عام الملحمة السياسية والملحمة الاقتصادية. على هذا الأساس فإنه يجب أن يقوم بحركة جهادية لحل مشكلات الاقتصاد في البلاد. ولكن بالنسبة للمسألة الأساسية فإن بلادنا، فإن الشعب الإيراني يريد أن لم يقم بالثورة من أجل تحسين وضع الاقتصاد. نحن قدمنا كل هؤلاء الشهداء ليس بسبب الاقتصاد أو من أجل الاقتصاد. فالشعب الإيراني قد أثبت بأنه جاهز بأن يكون في وضع اقتصادي سيء، ولكنه بأن يستطيع أن يعيش بعزة وكرامة، وأن يكون لديه الاستقلال. لدينا مثل هنا في إيران معروف بين الإيرانيين، يقال بأن قطعة خبز نقسمها بين 70 مليون شخص، ولكن لن نمد أيدينا إلى الآخرين. يعني إذا وضعنا معادلة الملف النووي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وهو سلاح قوي جدا بيد الجمهورية الإسلامية، في المقابل العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي والوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني، يعني هذه المعادلة أنت ترجح كفة البرنامج النووي، أو يعني ترى أنه من الممكن الوصول إلى حل قد توافقي قد يحافظ على قوة إيران النووية وفي نفس الوقت قد يحسن الوضع الاقتصادي؟ المسألة الأصلية هي العزة والكرامة لإيران. ربما نقدم بعض التنازلات في المسألة النووية، ولكننا سوف نحافظ على عزتنا وكرامتنا. المسألة النووية ليست مسألة أصلية، ولكن العزة والكرامة سواء مع الطاقة النووية أو بدون الطاقة النووية. أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن للأسف الشديد فإنه يأتي في وسائل الإعلام الغربية صحيح أن الوضع الاقتصادي في إيران هذا، ولكن ليس سيئا إلى هذا الحد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية. أنتم تلاحظون هناك في إسبانيا وإيطاليا وبعض الدول كاليونان وكألمانيا على سبيل المثال ونزلوا إلى الشوارع، ولكن المشكلات ليست بتلك الحدة للشعب الإيراني. ولكن كما لا تخافون أن تسوء هذه المشاكل وتصبح حادة؟ تقول أنها ليست حادة الآن، المشاكل الاقتصادية، لا تخافون أن يضيقون الخناق عليكم أكثر؟ لاحظوا معي كما أن محمد أشار بأن العزة والكرامة مهمتان جدا للشعب الإيراني. نحن بالتأكيد لن نتراجع في سبيل عزتنا وكرامتنا. إذا كان من المفروض أن نضع عزتنا وكرامتنا تحت السؤال فلماذا حاربنا لمدة 8 أعوام ولن ندخل تحت؟ طب هذه على الناحية الاقتصادية، ولكن على من نواحي أخرى إذا أردنا القول، الشاب الإيراني وأنت كشاب إيراني ماذا تريد من الرئيس المقبل، من الرئيس القادم، غير الموضوع الاقتصادي؟ أريد أن أذكر رئيس الجمهورية القادم بأن مجلس سنة الدستور قد وافق على المرشحين. كما تعلمون هنا ربما يكون رئيس الجمهورية لديه شخصية معينة ولديه برنامج خاص، أما يجب أن تكون لديه خصائص أخرى، خاصة وقوفه ضد الأعداء الخارجين والداخلين. ويجب أن لا يتراجع، ويجب أن لا يتنازل عن حقوق الشعب الإيراني. أما أعتقد يجب أن يتبع القائد، ويجب أن لا يكون هناك تشتت في الآراء. كما تعلمون هناك الدستور الجمهورية الإسلامية وكذلك قائد الثورة الإسلامية حفظه الله الذي يقود السفينة. أعتقد بأن هذه الميزات التي يجب أن تتوفر في المرشح. وهل تجدون في المرشحين الثمانية الآن مرشح يمثلكم كشباب إيراني؟ أو لم تستطع أن تقرر بعد أنت بانتظار المناظرات المقبلة؟ نعم بالتأكيد موجود. موجود مرشح يمثل الشباب الإيراني. محمد، هل يوجد مرشح بين المرشحين الثمانية يمثل الشباب الإيراني؟ نعم بالتأكيد. محمد، قررتم لمن ستصوتون؟ عفوا ما لا تخبرونا، ولكن خلص قررتم أو تنتظرون قد تغيرون رأيكم مع المناظرات المقبلة؟
يجب أن نصبر ونرى نتيجة المناظرات بين الرشحين، وفي النهاية الشخص الذي يستطيع أن يجلب أكثر الآراء. السؤال الأخير لكما الاثنان، لو فرضنا أنكما أنتما مرشحان للرئاسة الإيرانية، ما هو على رأس برنامجكم؟ وهل هو يحاكي الشباب أو أنه بعيد ويحاكي الأشياء القديمة الموجودة في كل البرامج، برامج المرشحين؟ بالتأكيد الشباب لديهم مشاكل كبيرة ولديهم مطالب محددة ومطالب كثيرة، أيضا هناك مطالب إيجاد فرص العمل وهذا المطلب مهم جدا، هناك مطلب للزواج على سبيل المثال، البعض منهم يبحثون عن أن يستمروا في دراساتهم العليا، وكما تعلمون هذه لدي التكاليف، هذه مطالب الشباب، يجب التفكير في هذه المطالب. وهؤلاء الذين يشتركون في الانتخابات بالتأكيد لديهم برامج، والبرامج مختلفة والأساليب أساليب متباينة أيضا، نحن نصوت لهذه الأساليب والأساليب التي تكون مقبولة للشباب هناك بحث داخلي طرحه محمد، هناك بحث خارجي أريد أن أطرحه. بالنسبة لرئيس الجمهورية، نحن نطالب الرئيس القادم بأن موضوع المقاومة مع سوريا ومع لبنان، هؤلاء في خط المقدمة، يجب أن تكون لدي برامج في هذا الخصوص، يجب أن نهيئ نفسه لتقديم برنامجه في هذه المسألة. شكرا صادق، شكرا محمد. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الفقرة من شباب العربي. شباب العربي مستمر، ولكن بعد الفاصل مع مجموعة جديدة من الشباب الإيراني، تابعونا. حلقة شباب العربي عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية والشباب الإيراني مستمرة. معنا الآن ميترا وصادق، أنتم طلاب في الجامعة الإيرانية، والمرشحون الثمانية بعضهم توجه إلى طلاب الجامعات، هل تأثرتم بالبرامج التي وجهت خصوصا لطلاب الجامعات؟ أنا طالب إيراني مسلم، وواجبي ومسؤوليتي يحتمان علي بأن أشترك في هذه البرامج وفي هذا، وأن أرى البرامج المرشحين وأدقق بينهم، وأرى من الذي لديه هدف قريب من خطاب الثورة الإسلامية أنتخبه في يوم الانتخابات. ما هي نقاط الخلاف بينكم كطلاب جامعة، يعني كشباب إيرانيين، مع ماذا تختلفون مع زملائكم في اختيار المرشحين؟ أعتقد بأن الخلافات هي بالنسبة للقضايا الاقتصادية، وكذلك الأولوية للسياسات الاقتصادية أو الخارجية والداخلية، وكذلك العمل والرأسمال الإيراني، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية. ميترا، بالنسبة لك ما هي الأولوية في البرنامج الانتخابي للمرشح، الوضع الاقتصادي والوضع الداخلي أو السياسة الخارجية؟ أنا بالتأكيد أركز على قضية إيران وقضية الشعب الإيراني، وأن تكون الجمهورية الإسلامية موفقة وثابتة على مواقفها، وأن يكون يهتم رئيس الجمهورية بمشكلات الناس كالاقتصاد، وأن يحدد السياسات الداخلية والخارجية، وكذلك المواضيع الثقافية والاجتماعية، وأن يعمل على مشاركة الناس في هذه القضايا، وأن يحاول التخلص من هذه المشكلات الموجودة الآن، وبعد ذلك هنا أن يستطيع أن يلم شمل جميع الأطراف، جميع التيارات، من ناحية سياسية يكون يستطيع أن يقبله أغلب أفراد الشعب، بعد ذلك نصل إلى مسألة الجامعات والجامعين. ميترا، أنت فتاة، والفتاة الإيرانية أو الإمرأة الإيرانية لا يمكنها الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، هل ترين في ذلك ظلم، أو هل أن المرشحين الموجودين إن كان في هذه المرة وفي المراحل السابقة يمثلون الإمرأة الإيرانية تمثيلا صحيحا؟ نعم،
نعم، احنا لم نشعر بان هناك اي ظلم بسبب السؤال الذي طرحتموه علي. فالانتخابات تجري في ظروف طبيعية جدا ويشترك فيها الجميع، وليست هناك اي مشكلة سواء للذكور او للإناث. نعم، اذا انت تشاركين في الحملات طبعا، تعنين او الامرأة بشكل عام تشارك في الحملات الانتخابية وما له هنالك. انا طالبة كما ومنذ ان بدات الحملات الانتخابيه فهناك من يريد الحصول على النشطاء في هذه الانتخابات. هل يمكن ان تعطينا امثله عن هذا النشاط؟ ماذا تفعلون؟ هناك كما تعلمون بعض الكراسي في الجامعات، يستطيع اي شخص ان يتحدث هناك ويجلس على ذاك الكرسي ويتحدث عن القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية، وتقام هذه الاجتماعات عادة في الجامعات، ويشارك الجامعيون في مثل هذه الاجتماعات. واعتقد بان المرشحين يستمعون الى ما يقوله الطلبة الجامعي والطالبات الجامعيات، وهم يتحدثون بحرية حول هذه المواضيع. صادق، المرشحون عادة يعطون وعودا في برامجهم الانتخابية حتى يحصلوا على أصوات المواطنين. عندما لا يفي المرشح الذي يصل إلى الرئاسة بوعوده، هل يؤدي ذلك إلى الانكفاء للشباب الإيراني أو يدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم ويعني المشاركة أكثر وملاحقة المرشح الذي وصل إلى سدة الرئاسة؟ أحد المعايير، الشخصية أنا شخصيا لانتخاب الأفضل من بين المرشحين، هو أنني أنتخب هو الذي يتحدث كطالب وكمواطن، والذي يتحدث هل هذا الخطاب لا يتغير مع الخطاب بعد 4 أعوام؟ هذا هو أحد المعايير التي أتبعها أنا. فأنا من أين لي أن أعرف بأن هذا سوف ينفذ ما يقوله؟ سوف أعود إلى سوابق السياسية حينما أرى أنه بعد 16 عاما كان يعمل على سبيل، كان في مقدمة الجبهة السياسية للبلاد، وأنه بدأ وأن خطابه في البداية وفي النهاية لم يتغير. فعلى هذا الأساس فإن سوف أختار هذا المرشح وأعتبره الأصلح. ولكن حينما ألاحظ أنه حينما بدأ المرشح آخر بدأ في خدمة الجمهورية الإسلامية كان له خطاب، وبعد 2 عامين كان له خطاب آخر، وبعد 4 أعوام كان الخطاب ثالث. أعتقد بأن هذا سوف أضعه جانبا. مترا وصادق، السؤال الأخير لكما، ماذا تطلبون من الرئيس الجديد؟ يجب أن يكون منضبطا وأن تكون لدي علاقات قوية جيدة مع الدول الجارة، وبعد ذلك أن يطبق برامج الثقافية والبرامج الاقتصادية والسياسات الداخلية والخارجية، وبعد ذلك أن يؤدي أمورا مهمة لنا. أما بالنسبة لي فأنني أتوقع من رئيس الجمهورية القادم أن يقوم في المقام الأول بأن يقوم بإصلاح البنى التنفيذية أو البنية التنفيذية في البلاد. هذا أهم الأمور. أما في المرحلة الثانية فأن يقوم بإصلاح السياسات الخارجية والداخلية التي لم نكن موفقين فيها. أما النقطة أما المرحلة الثالثة أو النقطة الثالثة فما أتوقعه من مرشحي أو من رئيس الجمهورية القادم بأن يكون بأن يحسن وضعية فرص العمل، وأن يضع في اعتبار الطاقات المتدينة في البلاد. شكرا لكما صادق ومتراء. مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الحلقة عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم إلى القسم الأخير من حلقة شباب بالعربي الخاصة من طهران. معنا الآن فاطمة وعطية. فاطمة، ماذا تريدين من الرئيس المقبل أن يغير في واقع المرأة الإيرانية؟ بسبب أن مجتمعنا هو مجتمع شاب، أتمنى من رئيس الجمهورية بأن يهتم بمطالب الشباب، وإذا ما قام بذلك فإنه سوف. ما هي هذه المطالب؟ هناك مطالب علمية، هناك مطالب لتأمين توفير فرص العمل، بأن يقوموا بأنشطتهم، بأن يستمروا في أنشطتهم وفعالياتهم، وكذلك يجب أن يحصلوا على الدعم والحماية والدعم اللازمين من قبل رئيس الجمهورية. فاطمة، تحدثت عن تأمين الوظائف للشابات وللشباب، طبعا فهم يعانون أيضا أظن من البطالة في طهران، هل هذا صحيح؟ وإن كان هذا صحيح، ماذا تطلبون من الرئيس الجديد في المنح الاقتصادي؟ بالتأكيد هناك كما تعلمون العقوبات التي تؤثر على المجتمع الإيراني والتي أثرت بالتأكيد، وهناك نتمنى بأن تعود الأوضاع، بأن تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار. يعني لا يمكن الحديث عن إيران دون التطرق إلى موضوع العقوبات الاقتصادية دائما، يعني هذا الموضوع يشغل الشباب الإيراني وحتى يعني جميع فئات المجتمع الإيراني، ولكن أيضا في نفس الوقت والشباب الذين كانوا معنا من في الأقسام الأولى من الحلقة يركزون أيضا على السياسة الخارجية. عطية، كشابة إيرانية، ماذا يعنيك أكثر، الاقتصاد، الوضع الاقتصادي الداخلي أو السياسة الخارجية في برامج المرشحين للرئاسة؟ من وجهة نظر الشخصية أعتقد بأنه يجب إعادة النظر بالسياسات الخارجية للبلاد. يعني الموضوعان مهمان، ولكن إلى أين ترجح الكفة؟ يعني عندما ستقررين إلى من ستصوتين ورأيت برامج متشابهة، ما الموضوع الاقتصادي أم السياسة الخارجية هي التي ستكون العامل الحاسم في قرارك؟ إذا كانت هناك أي مشكلة فيجب أن يحلوها وأن يقفوا أمامها. إذا في الوضع الاقتصادي، ما هي المطالب التي تريدينها من الرئيس المقبل؟ أتمنى بأن يحل المشاكل الاقتصادية وأن يحسن علاقات إيران مع الدول الجارة، وأن تكون لدينا علاقات مع أغلب الدول. أو أما بالنسبة من ناحية الوضع الاقتصادي، أنا أتذكر بأن أعلم أن هناك مشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية، فيجب أن يتطرق إليها رئيس الجمهور وأن يحاول أن يحلها. في المرشحين أو في الشباب أنفسهم، ما هي الخلافات السياسية في الفئة الشبابية في المجتمع الإيراني؟ مع ماذا تختلفون مع زملائكم في الجامعة أو في العمل أو مع أصدقائكم سياسيا؟ بالتأكيد هناك خلافات في جميع الميادين، في جميع على جميع الأصعدة، ولكننا كلنا نبحث هذه الأمور سويا، وكل طالب لديه الحرية في أن يبدي وجهة نظره. ما هي نقاط الخلاف؟ يعني أنتم تختلفون مثلا على الموضوع الذي طرحته مايا الآن، على موضوع الانفتاح أو في السياسات الاقتصادية، في السياسات الخارجية، يعني ما هي مواضع الخلاف بين الشباب؟ بالنسبة للاختلافات كما ذكرت لكم آنفا، هناك اختلافات في أغلب المسائل، ولكن هناك من هو نشط في المسائل السياسية وفي المواضيع الاجتماعية، ولكنهم يتحدثون مع بعضهم البعض، ولكن لا أعتقد أنهم يتخذون مواقف متضادة من بعضهم البعض. بالعودة إلى الانتخابات، أنتن كفتيات وشابات كيف تشاركن في هذه الانتخابات؟ هل تقومون بحملات انتخابية؟ هل تشاركون في الهيئات الطلابية للمرشحين؟ كما تعلم الانتخابات ما هي إلا مظهر من المظاهر الإسلامية، فالجميع يشترك. فكما تعلمون الحكومة هنا حكومة دينية شعبية، وعلى هذا الأساس الجميع يشترك، لأن هذه الانتخابات تنبع من إرادة الشعب، خاصة
الشباب لان جميع مرشحين المراكز الانتخابية للمرشحين الشباب هم الذين يديرون مثل هذه المراكز، مراكز المرشحين، فالشباب يلعبون دورا مؤثرا وهاما في دفع الحملات الانتخابية للمرشحين. هل هناك من نشاطات جامعية داخل الحرم الجامعة، داخل حرم الجامعات؟ بالتأكيد المرشحون هم هناك، الأغلب الطلبة يعتقدون بأن المرشحين يجب أن يتبعوا أهداف الثورة الإسلامية ويحققوا أهداف الثورة الإسلامية. النظام الانتخابي في إيران، ولكن لا أعتقد بأن الاختلافات تسبب في أن تبعدنا عن طريق الإمام وطريق القائد. النظام الانتخابي في إيران يختلف قليلا عن الأنظمة الانتخابية في عالمنا العربي، لذا يعني يوجد في إيران المناظرات الانتخابية. إلى أي درجة أنتم تتأثرون بهذه المناظرات وقد تغيرون رأيكم بسبب ما يطرحه المرشحون ضمن هذه المناظرات؟ المناظرات تقصدون المناظرات التي تعقد بين المرشحين؟ يستطيع كل مرشح من خلال هذه المناظرات أن يحدد برامجه ويحدد أهدافه، وبالتأكيد الناس يتابعون مثل هذه المناظرات، والناس سوف ينتخبون المرشح الأفضل بعد هذه المناظرات، فهم يبحثون مع بعضهم البعض ويتبادلون وجهات النظر من أجل الحصول على المعلومات الكافية عن المرشحين وعن أهدافهم وعن برامجهم. هل وجدتم في يعني حتى هذه اللحظة مرشحكم الذي يمثل الشباب بين المرشحين الثمانية أو لم تقرروا بعد؟ أعتقد بأنه يجب علينا الانتظار حتى آخر مناظرة كي نقرر الأصلح. ولكن هل تجدين يعني في هؤلاء المرشحين الصفات التي تودين أن يكون الرئيس المقبل يتمتع بها؟ نعم. بالتأكيد بين مرشحين أو أكثر كانت هذه الخصائص مشتركة بينهم. عطية، هل رأيت المرشح الأنسب بنظرك حتى الآن أو لم تقرري بعد؟ أعتقد بأننا سوف ننتظر حتى يوم الانتخابات 14 من حزيران يونيو الحالي كي نرى هذه الملحمة السياسية. ولكن هل سيكون المرشح أو الرئيس المقبل ممثلا للشباب الإيراني برأيكم؟ خصوصا أن الشباب الإيراني هو يعني تقريبا 70% من المجتمع الإيراني، فسيكون القوة الأكبر بالتصويت للشباب الإيراني. بالتأكيد كان الوضع هكذا على الدوام. كما تعلمون الشباب يمثل النسبة الأكبر من المجتمع الإيراني، وكان ذلك في الماضي، والآن هو الشباب الإيراني هو النسبة الغالبة في المجتمع، فأعتقد بأن الحكومة سوف تكون حكومة الشباب. عطية وفاطمة، شكرا لكما لمشاركتكما في هذه الحلقة. دعوني أقدم شكر خاص لمكتب الميادين في طهران، والشكر الكبير لأستاذ سمير رزق والزميلين محمد صالح وموسى أحمد، لكما جزيل الشكر. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من طهران، تابعونا في حلقات أخرى، إلى اللقاء. شباب بالعربي.